التضرع والدعاء. احنا الكثير منا دعائنا دعاء كلش عادي، يعني نقول اللهم عجل لوليك الفرج، لكن شلون نقولها؟ اذا ابني انا او ابنكم او زوجة الانسان او امه في المستشفى وفي حالة خطرة، شو شلون وضعه قلق مضطرب ويدعو صدق بانقطاع من أعماق القلب، هذا الدعاء هو المطلوب. كم إنسان في هذه الملايين يدعو، أو عشرات الملايين، بحرقة قلب حقيقية كل يوم، ليس مرة بل مرارا عديدة. الإنسان اللي عنده مشكلة مستعصية، مشكلة سياسية أو اقتصادية، الدين باكر يلقوه في السجن لو لم يسدد هذا الدين، شلون يعيش هذا الإنسان؟ يقدر ينام بالليل؟ احنا حالتنا لظهور ولي الله الاعظم هكذا؟ اذا كانت هكذا الله رح يلطف قطعا ويقرب الظهور، هذا من الممهدات بلا شك.